بكم في قناتي، قناة أشغال البيت مع أم بنات. بدأ بالصلاة على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. كما كتشوفوا معايا اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم الكاب كيك. يتبعوا النصائح اللي غنعطيكم والطريقة اللي غنحضروا بها، وخصوصا الفران إن شاء الله غادي ينجح معكم. نوريكم، شوف كيفاش تبارك الله كي مذهبين، شتو الشكل ديالو كيدير. شوف محمرين طيبين فتيين، شحال خفيف من فوق مقرمشين. الله تبارك الله ما شاء الله، حلفتين تبارك الله، ومن على برا مقرمشين تبارك الله. جو خفاف بزاف، جو لا معجنين لا والو، بحال البونش كما قلت لكم من الوسط، ومن على برا تبارك الله مقرمشين. تشوفوا الوصفه كما كتشوفوا معايا، عندي كاس الحليب اللي ضفت عليه جوج المعالق كبار ديال الخل، الخل العادي اللي معروف داك العادي، والخل والحليب وكاع المكونات اللي غنديرو ضروري يكونوا درجه الحراره ديال المطبخ، يعني ما يكونوش باردين. عندي هاد الاناء فيه واحد القبيصه ديال الملح كما كتشوفوا معايا، جوج بيضات كبار، كاس ديال السكر حبيبات السنيده، كاس لاروب ديال الزيت يعني كاس ما عامرش، وكاس ديال الحليب اللي فيه جوج المعالق ديال الخل. كنديروا الخل في الاول باش ياخذ داك الشكل اللي حنا غنبغيو بحال الشكل ديال اللبن. جوج صاشيات ديال الخميره الحلوى وصاشي ديال فاني، ممكن ديروا قشوره الليمون ولا قشوره الحامض اللي عندكم يعني الموجود ديروه. ناخذوا البيض وكما قلنا الاناء فيه قبيصه الملح، غنضيف عليه صاشي ديال فاني، وغنضيف عليه كاس ديال السكر حبيبات، وغادي نطربوهم مزيان 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 يعني حتى تيذوب معنا داك السكر حبيبات مع البيض، وحتى اللون ديال البيض كيتبدل من الصفر كيتم جاي الابيض، كيولي عندنا شكل كريمي. يعني ملي كنشوفوا الخليط ولا جاي البيوضه ودار ولا شكله كريمي، كنعرفوا بان السنيده دابت معنا. ضروري ما نطربوا مزيان، حنا غير انا غير كننقص لكم باش ما يجيكمش الفيديو طويل، اما راه كياخذ ليا وقت ديال التطراب وكل حاجه نعطيها وقتها. يعني السنيده نطربها مزيان حتى تذوب، ومن نحس بها دابت هانتوما غتشوفوا معايا كيولا الشكل ديالو ثقيل كريمي. فهاد المرحله هادي راه نعرفوا بان السنيده دابت معنا، وحتى في التخلاط كتحسوا بها. دابا غادي نضيف الزيت، نضيفه تدريجيا يعني بشويه بشويه بحال شكل خيط، بحال الشكل ملي كنبغيو نديروا المايونيز، يعني ايد كنطربوا بها وايد كنكبوا بها داك الزيت غير بشويه، يعني ما نكبوش بمره، وفي نفس الوقت انا كنطرب كما قلنا كل حاجه نعطيوها حقها. من غيطرب حتى هو معايا مزيان وغيتقال معايا الخليط كما كتشوفوا. دابا غادي نضيف داك الكاس الحليب اللي درت فيه جوج المعالق ديال الخل، كنوريكم كيفاش ولا الشكل ديالو، لا رديتو البال ولا الشكل ديالو بحال اللبن ثقال. هذا هو الدور ديال الخل اللي ضفنا ليه، هذا الخليط هذا كيجعل الكاب كيك ديالنا كيجي فتي وهشيش من الداخل. غادي نطربوه حتى هو، نطربوه مزيان كما قلنا كل حاجه نعطيوها حقها في التطراب. ملي غادي نطربو غادي نضيف الطحين فورس الطقيق الابيض اللي انا مغربلاه من قبل، وغادي نعاود نغربلو ملي غنبغي نضيفو الخليط. كما قلت لكم كل حاجه كتاخد حقها في التطراب. غادي نضيف الدقيق يعني جوج على جوج الدفوعات، ما نضيفوش في مره، ودوك جوج خمارات غندخليهم هما في اخر مرحله. كيف ممكن تعوضوا داك كاس الحليب اللي مع الخل كما قلت لكم باللبن، انا كنديرو غالبا باللبن الا كان عندي في الدار، اولا كاس الليمون يعني عصير ديال البرتقال، اولا ياغورت، كيبقى على حسب موجود عندك في الدار. انا اللي عندي في الدار كنقضي به. درنا الطحين المرحله الاولى، غادي نخلطو مزيان، ضروري ما تخلطو مزيان حتى دوك فورس ما كيبقاش يبان. وغادي نزيد دابا الدفعه الثانيه، غادي نغربل، غنضيف عليه الخمارات،
ضروري نغربلهم، لان كتكون فيه واحد الحبيبات ولا ما غربلناش كيبقى هكاك في الخليط ديال الكاب كيك اولا الكيك. انتم كما كتشوفوا غادي نستعان بالمعلقه، في حال درتوا الياغورت اولا عصير البرتقال اولا اللبن، فهاد المرحله الاخرى عاد ضيفوا الخل، ما تضيفوش في الاول، لا ضفتوه في الاول كتجي فيه واحد في الكاب كيك اولا الكيك كتجي فيه هذيك البنه ديال الزفوره ديال البيض. اما لكتو بعد ضيفوه ضيفوه في اخر مرحله باش ما كتجيش فيه. ضفت واحد المعلقه ديال الطحين ديال الفورس باش كما كنعرفوا الخليط ديال الكاب كيك كيجي ثقيل، ما كيجيش بحال الكيك كنعرفوا كيجي شويه خفيف، هذا ما تسمعوش ثقيل يعني تقلو بزاف. هانتوما كما كتشوفوا نفس الخليط اللي كنديروا للكيك غير هو كيكون زيد واحد المعلقه. كننظف البلاصه فين غادي نحط المول ديال الكاب كيك. هاد الكويرطات حجم عندي شويه متوسط، الا كانوا صغار يخرجوا اكثر من هاد الكميه اللي خرجت لي انا 12 وحده، تقدر تخرج لكم حتى 20 وحده. غادي نملأهم ولكن ما نعمرهمش بزاف، نخليو واحد قياس سنتيم من الفوق وفي نفس الوقت نفوتو النص، يعني ما نديروش شويه باش يجيو منتفخين معانا. غادي نملأهم كنستعن بمعلقه اخرى، ممكن ديرهم في البوش ديالكم اولا كل الطريقه ديالو باش كيعمرهم. كما قلنا نفوتو النص يعني يبقى لنا واحد سنتيم من الفوق. ملي غنملاهم غندخلهم الثلاجه، الثلاجه العاديه، غنحطهم ربع ساعه في الثلاجه. في ديك الوقيته غنكون انا شعلت الفران كما كتشوفوا معايا خواتاتي. بعد ما دازت ربع ساعه دخلت الثلاجه، غير ثلاجه عاديه هذيك الوقيته اللي سخن فيها الفران، شعلت عليه من الفوق ومن التحت 180 درجة. غادي نزوقها شوية من الفوق، واحد النص بسكر حبيبات والنص بشوكولا فيرميسيل اللي عندكم اي شوكولات، ماشي ضروري كما قلنا اي نوع ديال الشوكولات. ممكن تاخدو غير طرف الشوكولات وديروه الوسط باش يجي وسط الكاب كيك، منين كتحلو داك الوسط ديالها كتلقاو الشوكولات الوسط اولا داك الفيرميسيل كدو تخلطو يعني كتكونو كتخلطو في الخليط. كما كتشوفو معايا الفران مسخنته قبل واحد المده ديال ما بين 10 دقائق حتى لربع ساعه، الوقت اللي انا دخلت فيه الكاب كيك للثلاجه. دابا مشعل عليه من الفوق ومن التحت كما كتشوفوا معايا، من الفوق ومن التحت 180 درجه. صافي غادي نسد عليه النقطه هذه ديال تبارك الله ما شاء الله كيفاش نتافخوا، شوفوا كيفاش جاوا. الله راني شعلت عليهم كما قلت لكم من الفوق ومن التحت درجه ديال الفران 180 درجه، درتهم في الطبقه الاولانيه ديال الفران يعني بعد على الفوق. امروا ليا وغنطفي عليهم ونشوف الشكل النهائي ان شاء الله. كما شفتوا ما تحلو عليهم ما حتى شي حاجه، غادي نطفي عليهم دابا وغادي نشوفهم ان شاء الله كيجاوا. انا خواتاتي هانتوما شوفوا معايا تبارك الله ما شاء الله اللهم بارك، هانتوما كما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي كما كتشوفوا، تبارك الله ما شاء الله. التصوير ما عطاهمش حقهم، جاو تبارك الله ما شاء الله مذهبين كيف ما كتشوفوا، مقرمشين من الفوق ومن الداخل مقطنين، الشكل ديالهم مقطن مخرق بهذا المعنى. كنتمنى تجربوهم، ممكن تزينهم باي حاجه بغيتوا، باللوز ايفيلي ولا كاوكاو ايفيلي، اولا ديروا شوكولا الوسط اولا كونفيتير الوسط، اولا دهنوهم وترشوا عليهم الكوك، كيبقى تزيين اختياري. وكنتمنى تجربوهم ترجعوا عندي في التعاليق تقولوا لي كي جاوكم. وشكرا لكم، وكنشكر كل وحده فيكم كل وحده بالاسم ديالها، وكنقول لصحاباتي وحباباتي الجداد مرحبا بكم وعواشركم مباركه، والله يجازيكم بخير اللي كتتبعوني وكتحفزوني بالتعاليق ديالكم. وما تنساوش اختكم واحد اللايك، عواشر مباركة ومع ألف سلامة.